متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من الدار البيضاء. صباحكم مبروك وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى كذلك يا ربي يرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء هذا ان شاء الله باذن الله يا ارحم الراحمين. كيف ما كتعرفوا حنا في اجواء شتويه، يعني كيف ما كتشوفوا الناس ولات صافي دخل معها البرد كيف ما كنقولوا، خصوصا مع تزامنا مع ارتفاع عدد الاصابات والوفيات. كيف ما كنعرفوا كان واحد الارتفاع مهول في عدد الاصابات وعدد الوفيات. السؤال المطروح هنا، واش نتوما مع او ضد الرجوع للحجر الصحي خصوصا بعد ارتفاع عدد الاصابات والوفيات؟ سامي بيدرو شكرا خويا، الله يخطيك. يوسف الخليعي يقول لك انا مع الرجوع، شكرا خويا. احلام سلام اختي الكريمه، سلام اختي احلام. مصطفى صباح الخير اخويا، صباحك مبروك. طلال قال لك انا ضد العوده للحجر والحل هو الصرامه في تطبيق القانون. اكيد اخويا طلال. اختي صباح الخير. يوسف صباح الخير، صباحك مبروك. كمال صباح الخير. عادل اكيد كاين اخويا اجواء هنا شتويه بمدينه الدار البيضاء. نحاولوا ناخذ الاحتياطات الاحترازيه ديالنا اللي منها ديما كنقولها، الكمامات وكذلك وسائل ديال التعقيم والتنظيف وكذلك مسافه الامان بيننا وبين الشخص الثاني. يوسف اي تيشو ضد الحجر الصحي، شكرا خويا على الراي ديالك. امير نعم الحجر، شكرا اخويا. عبد الحفيظ الله يرفع علينا هذا البلاء على بلادنا الغاليه، امين يا ربي. اهم حاجه نبقاو في الاحتياطات الاحترازيه ديالنا اللي منها الكمامات وكذلك وسائل ديال التعقيم والتنظيف وكذلك مسافه الامان بيننا وبين الشخص الثاني. خديجة صباحكم مبروك اختي. صباح النور امين. نسيم صباح النور. عبد الكريم صباح الخير خويا. كنتمنوا من المواطنين انهم يلتزموا بهاد ثلاثه الحوايج وان شاء الله ما يكون الخير. كيف ما كتشوفوا راه كاين واحد الارتفاع مهول في عدد الاصابات. كنتمنوا يا ربي يرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء هذا. كنشكركم بزاف على تتبعكم لهذا البث المباشر اللي كان مباشره من مدينه الدار البيضاء. كانت معكم سهام، الى اللقاء.